خلال استقباله وزيرة خارجية تنزانيا، الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدبولي يشارك في مراسم تنصيب رئيس الصومال الجديد. صندوق النقد الدولي يعتزم خفض توقعات النمو العالمي لعام 2022. التاسعة في القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه لمصر. جاء ذلك خلال استقبال سيادته وزيرة خارجية تنزانيا ليبراتا مولا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة خارجية جمهورية تنزانيا السيدة ليبراتا مولا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ومشاركة مدير إدارة أفريقيا بوزارة الخارجية التنزانية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيسة التنزانية سامية حسن، معربا سيادته عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا، ومشيدا بقوة الدفع التي تشهدها هذه العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات. من جانبها، نقلت وزيرة الخارجية التنزانية رسالة خطية إلى السيد الرئيس من السيدة رئيسة تنزانيا سامية حسن، تضمنت الإعراب عن تقدير تنزانيا الكبير لعلاقاتها التاريخية العميقة مع مصر، والحرص على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون بين الجانبين، والتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية العريضة في مجال المشروعات التنموية العملاقة. كما تضمنت الرسالة الإشارة إلى الموقف التنفيذي ومستجدات التعاون المشترك مع مصر لإنشاء سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك قضية سد النهضة، حيث شدد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه لمصر. وخلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، قال وزير الخارجية سامح شكري إن هناك إرادة سياسية قوية من أجل تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا من خلال التنسيق الوثيق بين البلدين، وذلك للارتقاء بالعلاقة والعمل في الاتحاد الإفريقي وتحقيق مصالح القارة الإفريقية. تز كثيرا بعلاقات التعاون التي بتربط بيننا والتفاهم. سيادتها بتزور القاهرة لتحمل رسالة من فخامة رئيسة الجمهورية موجهة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأكيد وجود الإرادة السياسية القوية لتدعيم العلاقات الثنائية واستمرار التنسيق الوثيق بين البلدين للارتقاء بالعلاقة، وأيضا العمل في إطار الاتحاد الأفريقي لتحقيق مصالح القارة الأفريقية، وأيضا التنسيق في مواجهة التحديات التي تواجه البلدين والقارة، ولاستعراض آخر التطورات على الساحة الدولية. كما أوضح وزير الخارجية أنه تم التباحث حول التعاون بين مصر وتنزانيا خلال الفترة القادمة في ضوء المشروعات المشتركة بين البلدين، خاصة سد جوليوس نيريري الذي تتولى شركات مصرية تدشينه. كان هناك توجيه من قبل الرئيس، أيضا مدعوم من قبل فخامة رئيسة الجمهورية،
بضرورة الإسراع في عقد اللجنة المشتركة إن شاء الله في دار السلام في أول فرصة ممكنة، وبعد التحضير الجيد لمخرجاتها تبحثت مع الوزيرة عن المشروعات التي سبق وتم التوافق حولها خلال زيارة فخامة الرئيسة للقاهرة في العام الماضي، وضرورة تفعيلها وتذليل أي عقبات تعتريها. كذلك تم استعراض التقدم المحرز في المشروع القومي الهام سد جوليوس نيريري اللي بتطلع بتنفيذه مجموعة من الشركات المصرية. هذا وأكد وزير الخارجية أن التعاون بين مصر وتنزانيا مستمر، كما تم التطرق لعدد من القضايا الإقليمية وأهمية تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. عقدت مع معالي الوزيرة جلسة مشاورات منفردة وموسعة مع أعضاء وفدي البلدين، تم خلالها الدخول في تفاصيل المرتبطة بكل أوجه التعاون سواء كانت اقتصادية، استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي في إطار العلاقة الثنائية أو في إطار عضوية الآن تنزانيا في مجلس السلم والأمن الإفريقي، وأيضا استمرار العلاقة اللي مبنية على روافد تاريخية عديدة تجمع بين البلدين وكانت دائما تؤدي إلى الدعم المشترك في الترشيحات في المنظمات الدولية. وسوف نواصل حديثنا للتطرق إلى أيضا القضايا الإقليمية، وطبعا في مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا في سوريا، العمل على مقاومة الفكر المتطرف وانتشار التنظيمات الإرهابية. من جهتها أكدت وزيرة خارجية تنزانيا ليبراتا مولا أن الزيارة الأخيرة لرئيسة تنزانيا في نوفمبر الماضي هي زيارة تاريخية وتمثل حجر الزاوية، حيث جرى توقيع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات. كانت لدينا مناقشات ومباحثات مثمرة بحضور فخامة الرئيس، وبعد تلقيه الرسالة من أخته رئيسة تنزانيا سامية حسن، فإنها تعبر عن روح الأخوة بين الرئيسين وبين البلدين. إن فخامة الرئيس يغتنم هذه الفرصة لأن يوجز لرئيستي بالتعاون المثمر بل والمتميز بين بلدينا، لا سيما على إثر الزيارة التاريخية التي قامت بها رئيستي سامية في نوفمبر الماضي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة الممكنة للوصول الشقيق في كل المجالات التنموية والتدريبية والأمنية. جاء ذلك خلال استقباله من قبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب رئيس الصومال. وشدد مدبولي على أن مصر سوف تستمر على نهجها في مساندة الصومال والوقوف إلى جانب تطلعات شعبه في التنمية والاستقرار والأمن. من جانبه أشاد الرئيس الصومالي بالدور المصري التاريخي في مساندة الصومال منذ نيله للاستقلال، مؤكدا الحاجة إلى الدعم المصري للصومال في المجالات التنموية كافة. وخلال كلمته في حفل تنصيب، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي دعم مصر للجهود الوطنية للصومال لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والأمن والقضاء على الإرهاب، داعيا الدول الشقيقة لدعم ومساندة الصومال في مواجهة التحديات من أجل تحقيق الازدهار وتطلعات شعبه. أنقل تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لفخامة الرئيس حسن شيخ محمود بتولي رئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتمنيات لسيادته بالتوفيق والنجاح لقيادة مسيرة الصومال الجديد، وهي الخطوة الهامة في صعيد تعزيز الاستقرار بالصومال.
فخامة الرئيس والسادة الحضور، إن العلاقات المصرية الصومالية علاقات استراتيجية وتاريخية ممتدة عبر العصور، حيث كانت مصر في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960، ولا يزال يذكر بكل تقدير اسم الشهيد المصري كمال الدين صلاح مندوب الأمم المتحدة لدى الصومال، والذي دفع حياته عام 1957 ثمنا لجهوده من أجل حصول الصومال على استقلاله والحفاظ على وحدته. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والفساد الوظيفي والتهرب الجمركي، وتمكنت من ضبط عدد من القضايا في هذا الإطار. نتابع. في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والتهرب الجمركي والفساد الوظيفي وغسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط تشكيلين عصابيين بالشرقية والإسكندرية، استولى عناصره على 65 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة زيوت السيارات وإدارة الكافيهات والاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها. لم يتمكنوا من سداد هذه الأرباح، كما أنهم امتنعوا عن رد أصول المبالغ المستولى عليها. وتمكنت مديرية أمن الغربية وفي ذات الإطار من ضبط أحد الأشخاص قام بالاستيلاء على 20 مليون جنيه من مواطنين عن طريق إيهامهم بأن شركته متعاقدة مع إحدى القرى بالساحل الشمالي، وأنهم يمكنهم شراء حصص ملكية في المشروع ينتفع بها بنظام التايم شير خلافاً للحقيقة، وتمكن ومن خلال ذلك من الإيقاع بضحاياه والاستيلاء منهم على المبالغ المالية. مديرية أمن الإسكندرية نجحت في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على مرتادي شبكة الإنترنت، مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك مقابل عمولة من قيمة المبلغ المحول، وذلك بالمخالفة للقانون. وتبين أن حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي بلغ 1,500,000 جنيه. مديرية أمن القاهرة نجحت في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار في الأدوية المهربة جمركياً وغير مسدد عنها الضرائب المستحقة، وإنشائه مجموعة عبر إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي للترويج لتلك الأدوية، وبحوزته تم ضبط كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل قدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها بقرابة 2,000,000 جنيه. وعلى صعيد ضبط قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية استغل موقعه الوظيفي وقام بتمكين شخصين من القيام بأعمال البناء والاستيلاء على جزء من الطريق العام، وهو ما أدى إلى إهدار المال العام بقيمة 3 ملايين جنيه، فضلاً عن تربحه من وظيفته وتربح الغير. وفي إطار مكافحة جرائم غسل الأموال، تمكنت الإدارة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامهم بغسل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في سرقة المواد البترولية عبر خطوط الأنابيب الأرضية وبيعها بالسوق السوداء، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات ودراجات نارية لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافاً للحقيقة. كما نجحت الإدارة وفي إطار تصديها لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي في ضبط 7 تشكيلات عصابية بالمنيا، البحيرة، دمياط، قنا، الدقهلية، الإسماعيلية والغربية لإتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث بلغ حجم تعاملاتهم في هذا النشاط الإجرامي قرابة 54 مليون جنيه.
من ناحية أخرى، وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 30 طن مواد غذائية وغير غذائية، وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 23 طن مواد غذائية وغير غذائية. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط قرابة 7 أطنان. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 611 قضية، من بينها 163 قضية خبز ناقص للوزن و191 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفة التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 42 طن أقماح محلية. قالت وزارة الداخلية إنها سلمت النيابة العامة مقاطع مصورة داخل زنزانة المحكوم عليها علاء عبد الفتاح، والتي تثبت عدم صحة الادعاء بإضرابه عن الطعام، وكذا عدم صحة الادعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه. وعن تطورات الأوضاع في الأزمة الروسية الأوكرانية، يحتدم القتال بين القوات الروسية والأوكرانية في مدينة سيفيرودونيتسك في محاولة من موسكو للسيطرة عليها. في المقابل تقف القوات الأوكرانية صامدة في معركة هي الأصعب منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، وفقا لتصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ما بين تحقيق قوات الروسية مكاسب كبيرة في مدينة سيفيرودونيتسك آخر جيب للقوات الأوكرانية في مقاطعة لوهانسك، وبين تمسك الجيش الأوكراني بالدفاع عن أرضه، يحتدم القتال بين الطرفين في المنطقة الواقعة شرقية أوكرانيا. فشل الجانب الروسي في السيطرة على العاصمة كييف دفع الكريملين إلى نشر قوات بأعداد كبيرة للسيطرة على دونباس لتحريرها من القوات الأوكرانية. على الجانب الآخر، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أكد في كلمة له أن معركة الدفاع عن سيفيرودونيتسك قد تكون أصعب المعارك التي خاضتها قواته منذ بدء العملية العسكرية الروسية على بلاده، ووصفها بأنها أكثر معركة وحشية. ميدانياً انسحبت القوات الأوكرانية من سيفيرودونيتسك إلى ضواحي المدينة والمنطقة الصناعية ومصنع آزوت للكيماويات، متعهدين بمواصلة القتال لأطول فترة ممكنة، وذلك بعدما تمكنت القوات الروسية من إلحاق دمار هائل بالمدينة وإعلان موسكو أن قواتها تتقدم نحو السيطرة على الإقليم بشكل كبير. المدفعية الروسية قامت أيضاً بتدمير مدينة لستشانسك المقابلة لسيفيرودونيتسك من الناحية الأخرى من نهر سيفيرسكي دونيتس. وفي محاولة لتطويق الأوكرانيين في دونباس، تضغط موسكو من ثلاث اتجاهات رئيسية هي الشرق والشمال والجنوب، ما جعل روسيا تسيطر الآن على أكثر من 98% من لوهانسك. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب يقاوم بشراسة تشكيل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب على حد تعبيره. وفي تصريحات أكد وزير الخارجية الروسي أن مسألة تشكيل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب تعد ذات أهمية خاصة، مضيفا أن بلاده تشهد مقاومة شرسة للتغيرات الجارية من جانب الدول التي لا تريد أن تفقد مركزها المهيمن في نظام العلاقات الدولية على حد وصفه. أكد رئيس وفد روسيا في محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح، أكد أن موسكو سترد بسرعة إذا تعرضت للقصف باستخدام أنظمة أسلحة بعيدة المدى. وأوضح المسؤول الروسي أن إمدادات مدافع الهاوتزر بعيدة المدى والأنظمة الصاروخية من طراز هاي مارس تهدد أمن روسيا نفسها وليس دونباس فقط، وأشار إلى ورود مقترحات حول بيع أنظمة جافلين التي تلقتها أوكرانيا من الولايات المتحدة الأمريكية.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استحالة إحاطة روسيا بالسياج، لافتا إلى أن موسكو لن تبني مثل هذا السياج بنفسها. وشدد بوتين خلال اجتماع مع رواد الأعمال الشباب ومطوري الشركات الناشئة على أن الاقتصاد الروسي سيكون مفتوحا ولن تتكرر أو تكرر البلاد أخطاء الماضي، مؤكدا أن أسعار الأسمدة والطاقة ارتفعت نتيجة أخطاء الغرب. حذرت روسيا الغرب من أن الهجمات الإلكترونية على مرافق بنيتها التحتية قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة، وأن محاولات تحدي موسكو في الفضاء الإلكتروني ستقابل بإجراءات مضادة. يأتي التحذير الروسي بعدما بدا أنه اختراق لموقع وزارة الإسكان الروسية في مطلع الأسبوع، وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن البنية التحتية الحيوية ومؤسسات الدولة في روسيا تتعرض لهجمات إلكترونية. أكد البنتاغون حاجة القوات الأوكرانية إلى تدريب شامل ومدروس على أنظمة صواريخ هيمارس بعيدة المدى والعالية الدقة، وذلك لضمان استخدامها بشكل فعال في ساحة المعركة ضد القوات الروسية. وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي إن برنامج التدريب يرتكز على إنشاء فصيلة واحدة في كل مرة لتشغيل الأنظمة الصاروخية، وهي عملية يمكن أن تبطئ من تسليمها، مضيفا أن هيمارس هو نظام بعيد المدى ومعقد للغاية. قال مبعوث أمن الطاقة الأمريكي أموس هوكستن إن روسيا ربما تحصل على إيرادات أكبر من وقودها الأحفوري الآن مقارنة بفترة وجيزة قبل هجومها على أوكرانيا. وأشار هوكستن إلى أن زيادات الأسعار العالمية عرضت تأثير الجهود الغربية لتقييد مبيعات النفط الروسية. من جانبه حذر رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن العالم على شفا أزمة غذاء، ووصفها بالمروعة بسبب العملية العسكرية الروسية على بلاده. وأكد الرئيس الأوكراني أن الملايين قد يموتون جوعا بسبب حصار روسيا لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود، مشيرا إلى أن أوكرانيا غير قادرة على تصدير القمح والذرة والنفط ومنتجات أخرى. أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن أوكرانيا بحاجة إلى ضمانات بأن موانيها لن تتعرض لأي هجمات من أجل شحن شحنات الحبوب. وفي كلمته خلال اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، شدد رئيس الوزراء الإيطالي على ضرورة الحاجة إلى رفع الحظر عن ملايين الأطنان من الحبوب العالقة هناك بسبب الحصار الروسي، مشيرا إلى أهمية جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق ذلك. أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي عن تعيين ممثل مقيم للصندوق في لبنان. وأضاف الرئيس الذي لم يحدد هوية المعين في المنصب أن صندوق النقد سيواصل محادثات بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع لبنان. وكان النقد الدولي قد توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان بشأن تسهيل مالي مدته 4 سنوات في إبريل، ولا يزال البرنامج معلقا على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، والتي لا تتم إلا بعد سلسلة من الإصلاحات. يعتزم صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو العالمي لهذا العام بسبب مجموعة من العوامل، من بينها الأزمة الأوكرانية وارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد الصيني. وأوضح الصندوق أنه يمكن توقع خفض توقعات النمو العام الحالي مقارنة بما تم توقعه في شهر أبريل الماضي. هذا وسبق لصندوق النقد الدولي أن خفض من توقعاته للنمو العالمي إلى 3.6%.
تزايد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى ارتفعت في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو الجاري بواقع 27,000 إلى مستوى معدل بلغ 229,000 طلب. وتتحرك طلبات الإعانة الأمريكية في نطاق محدود منذ أن تراجعت لأدنى مستوى في أكثر من 53 عاما، مسجلة ما يقرب من 166 ألف في شهر مارس الماضي. قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن مخاطر التضخم مرتفعة. وخلال مؤتمر صحفي في أمستردام أضافت لاجارد أن المركز الأوروبي سوف يرفع معدل الفائدة لأول مرة منذ 11 عاما بواقع فاصل 25 نقطة مئوية في يوليو القادم، مضيفا أنه سوف يوقف برنامج شراء الأصول ضمن جهوده لمواجهة معدل التضخم القياسي. To the euro area as reflected in the downside scenario included in the staff projections. More if the war were to escalate, economic sentiment could worsen. نشرتنا مستمرة نتابع فيها. الحكومة البريطانية تعلن عن إرشادات جديدة للحد من انتشار عدوى جدري القردة. أعلن البيت الأبيض أن 10 ملايين جرعة من لقاحات كورونا ستكون متاحة للولايات بهدف تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وأقل قبل نهاية الشهر. وفي تصريحات صحفية أكد مسؤول في الإدارة الذين وضعوا الخطوط العريضة لخطة التطعيم أن اللقاحات سيتم توزيعها عبر آلاف المواقع المختلفة، لكنهم سيركزون على مقدمي الخدمة في الخطوط الأمامية كأطباء الأطفال والرعاية الأولية، حيث يتوقعون أن العديد من العائلات تريد الذهاب إليها. بدأت السلطات الصينية بفرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا في بعض مناطق مدينة شنغهاي. وأوضحت السلطات أن السكان في 3 أحياء على الأقل في شنغهاي سيخضعون ل5 جولات من الفحوص الإجبارية تنتهي في 23 من يونيو الجاري على أن يبقوا داخل منازلهم خلال تلك الفترة. وأعلنت شنغهاي رصد 4 حالات مؤكدة بأكملها في مناطق حجر صحي. كانت شنغهاي قد خرجت الأسبوع الماضي من إغلاق دام لشهرين على مستوى المدينة، لكن بعض التجمعات السكنية تم تطويقها مرة أخرى مع استمرار السلطات في انتهاج سياسة تهدف للقضاء تماما على سلاسل العدوى. أعلنت الحكومة البريطانية إرشادات جديدة للحد من انتشار عدوى جدري القردة الذي انتشر مؤخرا في البلاد. وفي بيان شجعت الحكومة على أن تقوم الحالات المصابة بعزل نفسها عن بقية أفراد المنزل وتناول الطعام والنوم في غرف منفصلة مع استخدام حمام منفصل إن أمكن ذلك، بالإضافة إلى تدابير النظافة الجيدة طوال الوقت. وتتضمن النصائح الأخرى إبقاء الغسيل منفصلا عن أفراد الأسرة الآخرين وتجنب أي اتصال وثيق بالحيوانات الأليفة. وأوضح بيان الحكومة البريطانية أن عدوى جدري القردة تنتشر وبشكل رئيسي بين الأشخاص من خلال التلامس المباشر بالجلد. استعرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت جولواك مجمل العلاقات الثنائية وأفاق التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما قضايا السلام والتعاون الاقتصادي. وخلال اللقاء أكد جولواك دعم جوبا ومساندتها لعملية الحوار السوداني الذي تيسره الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول الإيجاد.
أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس وزراء يتولى تشكيل الحكومة الجديدة ستتم خلال الأيام المقبلة. جاء ذلك خلال استقباله في قصر بعبدة لوفد ضم سفراء دول الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد. وأوضح عون أن المسار الديمقراطي سوف يستمر في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض أن تنال ثقة مجلس النواب، وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحة خصوصا فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتوقع أن تؤمن لبنان قروضا تساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. أعلن الجيش اليمني أن قوات الحوثية ارتكبت أمس 91 خرقا للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال. وفي بيان ذكر الجيش اليمني أن الخروقات تنوعت بين استهداف مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وعربات بي أم بي وبالمدفعية والعيارات والطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عن بعضها إصابة 12 من أفراد الجيش اليمني. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حرب روسيا الوحشية على أوكرانيا بحسب تعبيره أدت إلى اضطرابات اقتصادية أثرت على العالم بأسره. وخلال كلمة له بقمة الأمريكيتين شدد بايدن على ضرورة الاستعداد لمواجهة أي جائحة جديدة بالتوازي مع تحقيق طموحات منطقة الأمريكيتين في التنمية. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لرفع السن القانونية لشراء البنادق نصف الآلية من سن 21 عاما إلى 18 عاما. واتخذ مجلس النواب سلسلة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالأسلحة النارية كمحاولة لمواجهة الموجة المروعة من إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة. حوادث إطلاق النار المتكررة في الولايات المتحدة دفعت مجلس النواب الأمريكي إلى إقرار مشروع قانون لرفع السن القانونية لشراء البنادق نصف الآلية من سن 18 إلى سن 21. مجلس النواب اتخذ أيضاً سلسلة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالأسلحة النارية بأغلبية 223 صوتاً مقابل رفض 204 أصوات كمحاولة لمواجهة الموجة المروعة من إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة. أبرز هذه الإجراءات حظر بيع مخازن الذخيرة بسعة تزيد عن 10 طلقات، حيث من المقرر أن يتجه مشروع القرار إلى مجلس الشيوخ لإقراره بصورة نهائية. تحرك تشريعي يأتي على وقع فعاليات عديدة نظمتها جمعيات مناهضة السلاح أمام مبنى الكابيتول للتشجيع على تمرير هذه التشريعات لمنع حوادث إطلاق النار التي أسفرت منذ شهر أبريل الماضي وحتى السادس من شهر يونيو الجاري في ولايات تينيسي وأوكلاهوما وتكساس ونيويورك عن مقتل 29 شخصاً ووقوع نحو 46 مصابة. كان أحدث هذه العمليات المروعة إطلاق نار جماعي في فيلادلفيا وبنسلفانيا نتج عنها 6 قتلى على الأقل وأكثر من 25 جريحاً في أحدث حالات عنف مسلح بعد المذابح الأخيرة في تكساس ونيويورك وأوكلاهوما. حوادث إطلاق النار بشكل عشوائي ومتكرر في الولايات المتحدة صارت تهدد المجتمع الأمريكي الذي أصبح يفتقد الأمان ولا يعرف الناس عند نزولهم إلى الشوارع أي مصير سيواجهون. انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإكوادور واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا لعضوية مجلس الأمن الدولي لمدة عامين تبدأ في الأول من يناير المقبل. وترشحت الدول الخمس دون منافسة للحصول على مكان في المجلس المكون من 15 عضو والمكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وستحل هذه الدول محل الهند وأيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج. Are elected.
أطلقت مصر بنجاح القمر الصناعي الجديد نايل سات 301 على متن صاروخ فالكون 9 والتابع لشركة سبيس أكس الأمريكية في ولاية فلوريدا. يأتي إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد في ظل النهضة التنموية التي تشهدها مصر حاليا، وإطلاق القمر الجديد يأتي كذلك بعد الانتهاء من عمليات التشغيل والاختبار التي تم إجراؤها على القمر. هي لحظة الفرحة وشعور بالفخر لدى المهندسين العاملين بالشركة المصرية للأقمار الصناعية نايلسات بعد نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد 301 من ولاية فلوريدا الأمريكية، والذي يتميز بقدرات جغرافية فائقة في إنجاز جديد يضاف لسلسلة إنجازات الشركة في مواكبة التطور التكنولوجي بمجال الأقمار الصناعية بالعالم. القمر بعد ما هينطلق هيوصل لي على بعد 36 ألف كيلومتر من سطح الأرض، هيبقى الأول عند خط طول 10 درجات، وده الهدف منه أن أنا أعمل كل الاختبارات على القنوات القمرية اللي الترددات بتاعتها شيرد أو مشتركة مع القمر الحالي الموجود 201، علشان لو عملته عند 7 ويست يحصل انترفيرنس أو تداخل مع القمر الموجود حاليا. الفيتشرز الجديدة بقى اللي موجودة في القمر إن هو بيغطي مناطق تغطية جديدة زي جنوب القارة الأفريقية وزي منطقة حوض النيل، ولينا بعض حقوق الترددات برضو في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا خدمة مكافحة التشويش دي بنأمن بعض الترددات المهمة على القمر 301 من التشويش، وأيضا خدمة الإنترنت عبر جمهورية مصر العربية. محطة الترددات العالية 301 هي إحدى المحطات الجديدة داخل شركة نايلسات، والتي يوجد بها أنظمة تحكم عالية الجودة، وستعمل على مراقبة وتشغيل القمر الصناعي الجديد، بالإضافة لغرفة التحكم الرئيسية التي ستتابع القمر 201 و301 الجديد من خلال المهندسين العاملين في الشركة الذين يشعرون بحالة من الفخر لمشاركتهم في هذا النجاح التاريخي. مصر بالقمر 301 بنأمن 20 سنة كمان جايين لتقريبا 2040 من تكنولوجيا البث الرقمي والبث الفضائي، وبنأمن البث الرقمي وكذلك الانترنت. احنا هنا في التحكم بنراقب القمر تقريبا 24 ساعة، في ال 24 ساعة بنراقب القمر التريمترز اللي بتيجي من على القمر، بنتابع حركته، بنتابع وجوده في المدار بتاعه يبقى موجود في مكان معين، اي تغيرات اي الارمات بتجيلنا بنبدا نبلغ بيها مهندسين الساتلايت، وبعديها هم بيقدروا ياخدوا الدور المعين اللي يمشي عليه. احنا بنتابع القمر، الاقمار كلها اللي عدت على الشركه احنا بنتابع اي مشكله تحصل، اي حاجه بتيجي منه، اي اشاره بنستقبلها، ولو في اي مشكله احنا بنتعامل معاها. اطلاق القمر الصناعي الجديد 301 خطوه تؤكد مضي مصر نحو الجمهوريه الجديده باحداث طفره نوعيه كبيره في مجال الاقمار الصناعيه والانترنت الفضائي، وفتح قنوات اتصال جديده مع الاشقاء من القارة السمراء، فضلا عن أنها خطوة قوية ورائدة في مجال العلاقات والتعاون مع الشركاء من مختلف دول العالم. محمود جميل، التلفزيون المصري. استضاف قطاع المنظمات الإفريقية بوزارة الخارجية المتدربين الشباب المشاركين في برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية، حيث بلغ عدد المشاركين 150 متدربا من 79 دولة مختلفة من إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية. تضمن يوم التدريب بوزارة الخارجية عددا من المحاضرات التي استعرضت جهود مصر في التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، وفي إطار عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي ومنظمة الساحل والصحراء، وترأسها الحالي للكوميسا، وكذلك من خلال البرامج والدورات التدريبية والمشروعات التنموية التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية. كما تم تعريف الشباب المشاركين بالجهد الذي تقوم به مصر في مجال تغير المناخ من خلال استضافتها للدورة المقبلة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. شهد وزير التجارة والصناعة نيفين جامع والكهرباء محمد شاكر مراسم توقيع عقد شراكة بين إحدى الشركات المصرية العاملة بقطاع الكهرباء وجمهورية الكونغو.
تنص الاتفاقية على نقل الخبرات المصرية في تشغيل وتصنيع منظومة العدادات الذكية للكهرباء بإنشاء مصنع للعدادات مسبقة الدفع بإدارة مشتركة بين مصر والكونغو، بالإضافة لنقل الخبرات المصرية في إدارة وتشغيل منظومة التصنيع والتركيب والتشغيل كاملة، والعمل على إيجاد الحلول الذكية لنقل وتوزيع الكهرباء. احنا عندنا مجموعة من الشركات، احنا في وزارة الكهرباء ما بناخدش إلا العدادات اللي هي متصنعة هنا في مصر. احنا يعني عدد العدادات اللي يمكن محتاجينها في حوالي 30 مليون عداد، بنركب في الشبكة بينهم في الوقت الحالي يمكن حوالي 12-13 مليون، ومع هو نوع من تشجيع هذه الصناعة أرساها في مصر وإداهم الفرصة إنه يجيدوا وإنه يقدروا يخرجوا بره، ونتمنى إن ده يحدث مش في مجال العدادات فقط وإنما في جميع المجالات. المشروع يأتي بنظام التعاون بين الدول الأفريقية من خلال إقامة مصنع لإنتاج العدادات في دولة الكونغو، مما يساعدنا على خلق فرص عمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وسيساعدنا على تطوير فرص توزيع الكهرباء، وأيضاً على حوكمة نظم التحصيل، مما يساعدنا على حل مشكلة فاقد التحصيل. الكونغو برازافيل تهتم بقطاع الطاقة بشكل كبير وتنتج 27 ألف ميجاوات أغلبها عن طريق السدود، وهناك فرص واعدة كبيرة للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، وقد جئت اليوم لأشهد اتفاقية مصنع العدادات مسبقة الدفع والذكية، بالإضافة لأنها فرصة لفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص من أجل إدارة أفضل للطاقة في بلادنا، وكل ذلك سيخلق فرص عمل بطريقة غير مباشرة للعمل. افتتح وزير العدل المستشار عمر مروان متحف مقتنيات سرايا الحقانية بمحكمة الاستئناف بحضور محافظ الإسكندرية محمد الشريف. وقال رئيس محكمة استئناف الإسكندرية المستشار عبد الملك القمص مينا، قال إن المتحف يضم مقتنيات وزارة العدل في أشهر القضايا، منها قضية ريا وسكينة وصور نادرة ومحاضر ومستندات أصلية لأشهر القضايا في التاريخ، والتي كانت متواجدة في مبنى سرايا الحقانية القديمة، أقدم محكمة شهدت أكبر المحاكمات في التاريخ. وحرصت وزارة العدل على الحفاظ على هذه المقتنيات النادرة ووضعها في متحف وحمايتها. النهاردة بنشهد مرحلة تانية من مرحلة كنا بدأناها منذ عام تقريبا، وهي مرحلة توثيق التراث القضائي في محافظة الإسكندرية. احنا بنتكلم على هذا التوثيق، احنا بنطلع كنوز كانت مخزنة في دواليب وفي أرشيف لا قيمة ولا أحد يدري بهذه القيمة الكبيرة للمستندات والوثائق والكتب المخزنة. نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، نظم المعرض التاسع للحرف التراثية تحت رعاية سامح شكري وزير الخارجية. اشتري مصري عنوان المعرض التاسع للحرف التراثية والذي نظمته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات على مدار يومين بمقر وزارة الخارجية. في هذه المرحلة اللي العالم كله بيواجه فيه مشاكل اقتصادية وكساد اقتصادي وضعف فرص العمل، من الطبيعي ان الناس تشجع المنتج المصري وتحافظ عليه وتشتري منه، خصوصا ان المنتج ده بيتطور. يعني الملاحظة الأساسية ان الناس بتقول ان في تطور وتطور ايجابي، فده شيء يسعدنا، وبالتالي يجب ان احنا نشجع ونشتري. يضم المعرض العشرات من العارضين من عملاء جهاز تنمية المشروعات، الفنانين واصحاب الحرف اليدوية والتراثية، لعرض تشكيلة متنوعة وراقية من المنتجات التراثية واليدوية، من بينها الاكسسوارات والفضة والنحاس والخيامية والديكوباج والمنتجات الجلدية المتنوعة والفاخرة، وكذلك منتجات سيوة ومشغولات سيناء والمفروشات والملابس التراثية والمشغولات الزجاجية.
دي أول مشاركة ليا في المعرض هنا في وزارة الخارجية، دي الدورة التاسعة لي هنا. هو المعرض حلو جدا لأن هو فرصة إن احنا بنتعرف على جمهور جديد، لأن معظم الحاضرين سفراء أو عاملين بوزارة الخارجية، فمعظم المنتجات اللي بيشتروها بتبقى هدايا بياخدوها معاهم وهم مسافرين بره مصر، فبتبقى فرصة إن شغلنا اللي هو صنع في مصر بآلي مصرية إن هو يتشاف ويبقى موجود بره مصر. هذا المعرض هو حقيقة يشرف كل الأمة العربية، وأعتقد أن هذه المنتجات هي منتجات عربية، ونحن نتشرف ونعتز بما يصنع في مصر ويصنع في ليبيا ويصنع في تونس، ونحن إن شاء الله سنكون أحد الداعمين وكل المشاركين في منحة ناصر من الشباب العربي والشباب الأفريقي وكل هذه القارات المشاركة والمشاركين الدوليين هم يتجولون داخل أروقة هذا المعرض. هناك الكثير من المنتجات الحقيقة التي نحتاجها في حياتنا اليومية. صراحة معرض جميل جدا، يقربنا أكثر من الثقافة المصرية، يقربنا أكثر من العادات والتقاليد المصرية ومن اللباس المصري العريق. الحمد لله أنه أتيحت لنا الفرصة لزيارة هذا المعرض، وإن شاء الله بإذن الله رح نزور مصر مرة ثانية إن شاء الله لكي نستفيد أكثر، لكي نرى أكثر ونكون قريبين من الحضارة المصرية العريقة. حب نشوفوا أكثر مبادرات يعني كيف من هذم، فإحنا نتعرفوا يعني على المنتجات التقليدية في مصر، ويعني نعملوا إكستشينج، يعني نحاولوا نحكيوا معهم نفهموا يعني الأفكار بتاعهم، وعلاش ليه ما نشوفوش معارض دولية يعني بين مختلف الدول كما تونس مصر، يعني انتم تجيو بحذنا واحنا نجيو بحذيكم. يهدف المعرض للنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية والترويج للثقافة الفنية المصرية العريقة ومساندة أصحاب تلك الحرف وتسهيل مشاركتهم في المعارض المحلية والدولية لعرض منتجاتهم التراثية واليدوية الفريدة المستوحاة من التراث المصري الأصيل، مما ينعكس على نمو أعمالهم وتطوير منتجاتهم ويفتح لهم آفاق تسويقية جديدة في الداخل والخارج. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. ما هو قدم في نشرتنا أخبار المال والأعمال؟ إلى ميرفت المليجي نتحول. إليك ميرفت، أهلا بك. شكرا نهى وهبة، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط فيه الضوء على توقعات البنك الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري والتي تجاوزت معدلات ما قبل كورونا، وذلك في خضم الأزمات الاقتصادية التي تضرب أكبر الاقتصادات العالمية. وأوضح التقرير أبرز تعليقات وتوقعات البنك الدولي عن مصر، حيث توقع أن يتجاوز معدل النمو العام المالي الحالي معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا، وهو الأعلى منذ 14 عاما، ليصل إلى 6.1%، وذلك مقارنة ب 3.3% للعام المالي الماضي. التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط رئيس بنك الاستثمار الأوروبي وارنر هوير، حيث ضمت فعاليات زيارتها للمقر الرئيسي للبنك بلوكسمبورغ في إطار العلاقات القوية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي والذي يعد الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي. وخلال اللقاء تم التطرق إلى مناقشة التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في إطار استضافة مصر ورئاساتها لمؤتمر الأمم المتحدة المناخ بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري، وقد تم مناقشة المشروعات المشتركة التي يمكن تعزيز العمل بشأنها في ضوء أهمية المؤتمر لدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي. شاركت وزيرة التخطيط هالة سعيد في افتتاح ندوة الأدلة العالمية حول الخدمات المالية الرقمية ومجموعات الادخار وتأثيرها على تمكين المرأة. وخلال كلمتها أكدت هالة سعيد أن المساواة بين الجنسين ضرورة اجتماعية واقتصادية، مشيرة إلى أن سد الفجوة بين الجنسين جزء أساسي من أي استراتيجية لخلق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وشمولية، وأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو المحفز الأكثر فاعلية للنمو الاقتصادي. Thank you.
نتحول إلى البورصة المصرية التي تباين مؤشراتها بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 495 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 673 مليار و900 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10236 نقطة وأغلق عند 10235 نقطة، وبذلك ينخفض بالنسبة 1%. وكما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1837 نقطة وأغلق عند 1857 نقطة ليصعد بذلك بنسبة 1.11%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2742 نقطة ليغلق عند مستوى 2765 نقطة مرتفعا بنسبة 81%. في بورصة وول ستريت انخفضت المؤشرات الرئيسية مع ضغط زيادة العائد على السندات على أسهم التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالنمو، في حين حدث مخاوف مرتبطة بزيادة التضخم ومسار رفع أسعار الفائدة من شهية المخاطرة. وتراجع المؤشر داو جونز بنسبة 25%، وانخفض مؤشر ستاندر أند بورز بمقدار 34%. كما هبط المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 58%. في أسواق العملات الدولية ارتفع مؤشر الدولار معوضا انخفاضه في المعاملات المبكرة، في حين تخلى اليورو عن مكاسبه السابقة بعد أحدث إعلان للبنك المركزي الأوروبي والذي أشار فيه إلى أنه بصدد البدء في رفع أسعار الفائدة. وقد أنهى البنك المركزي الأوروبي برنامجا طويل الأمد لشراء الأصول، وقال إنه سيعلن الشهر المقبل عن أول زيادة الأسعار الفائدة منذ عام 2011، تليها خطوة أكبر محتملة في سبتمبر مع سعيه للحد من التضخم المتزايد. وقد ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 39%، بينما تراجع اليورو بنسبة 55%، إلى ليصل إلى دولار و7 سنتات. وتتجه العملة الأمريكية لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وهو الأكبر في 5 أسابيع. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لنهى وهبة، إليكم. شكرا جزيلا لك ميرفت. تسبب حريق غابات اندلع في جنوب إسبانيا بإجلاء 2000 شخص من وسط بلدة بينا هايفيس وإصابة 3 رجال للإطفاء بحروق مختلفة. قالت إدارة حرائق الغابات إن الحريق بدأ بعد ظهر الأربعاء على منحدرات جبل بوجيرا فوق ساحل كوستا ديل سول لأسباب ما زالت غير واضحة، مضيفة أن درجات الحرارة التي تجاوزت 30 درجة مئوية والجفاف والرياح القوية استمرت حتى اليوم في إعاقة جهود مكافحة الحرائق في المنطقة. إلى أخبار الرياضة والكرة والملاعب. ميرفت المليجي معها أخبار المنافسات المختلفة. شكرا هبة ونهى، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه المرة مع الأخبار الرياضية. خسر المنتخب الوطني من مضيف منتخب إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وبهذه النتيجة توقف رصيد المنتخب الوطني عند 3 نقاط، وهو نفس رصيد باقي منتخبات المجموعة إثيوبيا وملاوي وغينيا. توج الدولي المصري لاعب ليفربول محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك للمرة الثانية في مسيرته،
وكان صلاح قد فاز بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة النقاد الرياضيين، كما حصد الحذاء الذهبي الثالث له في إنجلترا في موسمه الخامس مع ليفربول، وذلك بالاشتراك مع سون هيونغ مين لاعب توتنهام. أعلن نادي الترجي التونسي عن تعاقده مع نبيل معلول لقيادة الفريق حتى يونيو من عام 2024، وسبق وأن تولى معلول تدريب الترجي في الفترة من 2010 إلى 2012، وقاد فيها الفريق للفوز بثلاثية الكأس والدوري ولقب دوري أبطال إفريقيا في عام 2011. نهاية أخبار الرياضة وعودة لهبة ونهى إليكما. أشكرك ميرفت. في اسكتلندا شارك أعضاء الأوركسترا فيدال في حفل موسيقي قصير في محطة ويفرلي في العاصمة إدنبرا، وجذب عزف الفرقة من الألحان التقليدية العديد من المرة في المحطة. وعن آخر أخبار الطقس والأحوال الجوية، ميرفت المليجي تخبرنا بالجديد. تفضلي ميرفت. شكرا نهى وهبة، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. في القاهرة العظمى 38 والصغرى 26، الإسكندرية 35 23، مطروح 32 22، بورسعيد 31 24، الإسماعيلية 38 26، السويس العظمى ستكون 38 والصغرى 25، العريش 32 22، طابة 38 22، شرم الشيخ 40 27، الغردقة 41 28، الأقصر العظمى 43 والصغرى 24، أسوان 44 28، الوادي الجديد 42 25، وشلاتين 40 28، وأخيرا حلايب 34 27. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
والآن مشاهدينا أترك حضراتكم مع أبرز لقطة في هذا اليوم. وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، إلى عناوينها. خلال استقباله وزيرة خارجية تنزانيا، الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدبولي يشارك في مراسم تنصيب رئيس الصومال الجديد. صندوق النقد الدولي يعتزم خفض توقعات النمو العالمي لعام 2022. نهاية نشرة التاسعة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصرية، لكن هواء التاسعة مستمر معكم والإعلامية شفقي المنير. أهلا بكم جميلات الأخبار بالتلفزيون المصري هبة ونهى، أهلا بكم. أهلا بيكي. أهلا بيكي. يعني يا رب أتمنى أن أنتوا يكون عندكم وقت وتتابعونا النهاردة. عندنا كده مجموعة من الأخبار بنحاول كده أن احنا ندردش فيها مع المشاهدين، إن شاء الله يستمتعوا بيها في يوم الخميس بإذن الله. كل التوفيق. بشكركم واتمنى لكم دايما التوفيق، ولكل صناع نشرة التاسعة بالتلفزيون المصري. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا نبدأ برنامج التاسعة، تفضلوا.